يسعد لي مساكم جميعا. وصفتنا لليوم هي فاهيتا الروبيان، كمان راح اسوي ان شاء الله صوص الافوكادو. الفاهيتا من اسرع الوصفات اللي ممكن تسووها. عندي هنا كمية من الروبيان، راح اضيف عليها للتتبيل شوي ليمون، راح اضيف ثوم مهروس، عندي هنا معجون الفلفل الاحمر التركي مع هو حراق طبعا مع فلفل، طبعا مو متوفر عندكم، هو اساسا بينحط بابريكا وبينحط فلفل مجروش لو حابينه حراقه، لكن انا متوفر عندي فدائما بحكي لكم هو بديل. عندي هنا شوفوا البابريكا والفلفل، كمان راح اضيف عندي كمون، بودره البصل وفلفل اسود. خلاص احنا حطينا تومه، ممكن تحطوا تومه وبودره تومه، بس خلاص انا استكفيت بالتومه المهروس لاني كثرت شويه. تذكرت انه مش حاطه كزبره مع البهارات، فكمان حطوا كزبره. عندي هنا معلقه صويا صوص، تقريبا تحطوا معلقه. وعندي زيت زيتون، كمان حنضيف شويه خل، زي معلقتين كده. خلاص هنا حنتبله كله مع بعض. بعد ما تبلنا الروبيان، عندي هنا طاوة لازم يكون ساخن، اضفت فيه شوية زيت زيتون، وراح نضيف الروبيان. راح نقلب، طبعا الروبيان ما بياخد وقت، على نار عالية. لو كمية كبيرة المفروض اني حطيته على مرحلتين، بس مو مشكلة، صرت حطه الافضل عشان ما يبرد الطاوة. انا ما حطيت في التتبيلة ملح، فراح اضيف شوية ملح. شوفوا عشان حطيت كمية كبيرة من الروبيان كيف طلع منه مية، بس مو مشكلة، نتعلم من أخطائنا. إذا كانت كميتكم كبيرة لا تحطوها بالقلاية مرة واحدة. عندي بهارات سمك، حسيت إنه حتطلع لذيذة لو حطيت منها شوية، فهالشيء اختياري إذا بتحبه. خلاص شلت الروبيان، في نفس الطاوة حنحط شوية زيت، زيت زيتون طبعا اختياري زي ما تحبوا. عندي هنا بصل، بصل أبيض أو المتوفر، الأفضل أبيض. وعندي فلفل، تأخرت بالوصفة لعدم وجود الفلفل الأحمر الرومي والأصفر، لكن ما لقوا لي إياها جنبي هنا قريب، فمو مشكلة حنحط بس فلفل أحمر، فلفل أخضر، لكن يفضل إذا عندكم فلفل رومي أحمر تحطوه، بس أنا حطيت هنا معجون الفلفل التركي الأحمر فما في مشكلة. هنقلب شوية، بتحبوا تضيفوا نفس البهارات اللي ضفناها هنا مع البصل والفلفل ممكن، بس خلص يعني شوفوا انا باقي هنا صوص وهنا حطيت بهارات كفايه، فخلص ما حضيف. حابين تضيفوا نفس البهارات اللي ضفناها للتتبيل اختياري. خلاص كده دبري شويه راح ارجع الروبيان، نزل هذا الصوص تعطي دجاجه، راح نقلبهم سوا. تشموا الريحة بس تدوق النكهة ما أصيرها. وكده خلاص جهزت معانا، طفي النار وأروح أسوي معاكم صوص الأفوكادو. أهم حاجة النكهة يا جماعة، أمانة لذاذة مو طبيعية، لازم تجربوها. في المحضرة راح أحط الأفوكادو، طبعا الأفوكادو يا جماعة إذا كان مستوي وإذا كان قشرته من بدري، لأن قشرته من بدري فتغير لونه بيتأكسد، فشيء عادي. عنا هنا سنتومة ما حكتر عشان إذا ضل منه في الثلاجة ما يطلع له كتير ريحة. وعندي هنا معلقة خردل، تقريبا معلقة صغيرة بس. الخردل ضيفوه بكل أكلكم، كتير كتير مفيد. وعنا ليمون، وهنا عندي كزبرة وبقدونس
وطبعا ما ننسى الملح، وبس راح نفرمهم بالمحضرة سوا. راح ازود خردل لان صراحة نسوي كلام في الطعم، لذيذ جدا في الطعم. وهيك صار صوص الافوكادو جاهز، طبعا بضل عندكم بالتلاجة كذا يوم عادي. وألس فهيت الربيان مع صوص الافوكادو صاروا جاهزين. وجبة مفيدة وسريعة ولذيذة وبتنفع لأصحاب الدايت. طبعا الدايت بدون الخبز، إذا حابين الخبز اختياري، طبعا أنا بفضل هذا النوع، وممكن صامولي اختياري حسب رغبتكم. دائما أنا بقول كله حسب ما تحبوا، يعني بتشوفوني بالطبخ دائما بغير حسب ما بنحب. وبالعافية.